في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة، أخت التابعي الكبير محمد بن سيرين، وأمضيا طفولتهما وصباهما وسط طرقاتها وبين أهلها من الصحابة الكرام والتابعين الأجلاء، وفي مسجدها النبوي المبارك عرفا طريقهما إلى العلم، فجالسا علماء الصحابة والتابعين وأخذا عنهم من علوم الدين ما أخذا، وظلا كذلك إلى أن قرر والدهما أن ينتقل مع أسرته الصغيرة إلى مدينة البصرة بالعراق. ما بك يا محمد؟ فلتسرع قليلا، سنتأخر عن القافلة. لا أصدق أننا سنترك المدينة المنورة يا أبي، إن هذا الأمر يحزنني. أنا أيضا يا محمد يحزنني فراق مدينة رسول الله، لكن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأرض الله واسعة يا أخي، لعل الله قد قسم لنا رزقا هناك. بارك الله فيك يا حفصة، والآن لنسرع الخطى حتى نلحق بالقافلة. تعرفين يا حفصة بماذا أشعر الآن؟ خيرا يا أبي. أشعر أن الله جل وعلا أراد لنا خيرا بهذا السفر، وذلك لأني أعرف شغفكما بطلب العلم، وأشعر أنه سيكون لكما شأن في تلك البلاد إن شاء الله ولإخوتكما. فليستعد الجميع، سترحل القافلة الآن. سأذهب للاطمئنان على بقية إخوتك، وسنكون أنا وأمكما على هذا الجمل في الخلف. لا تنسيا دعاء السفر. بالطبع ظل في نفس حفصة بنت سيرين وأخيها حزن، لأنهما سيفارقان المدينة المنورة، ولكن حفصة أحست بالاطمئنان لهذه الرحلة، خصوصا بعد كلام والدها، وتأكدت بعد ذلك أن شعور والدها كان صحيحا. أصبح محمد بن سيرين واحدا من أشهر علماء البصرة، بل من أهم العلماء المسلمين. هناك آية لا أعرف كيف يمكنني قراءتها يا سيدي محمد. هل أدلك على من هو أفضل مني؟ من؟ أختي حفصة بنت سيرين. حفصة؟ يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإنني رأيت العمل في الشباب. حدثينا عن الصبر يا سيدتي حفصة. بل سأحدثكم عن ولدي هذيل. كانت له ناقة حلوب، يحلبها في الصباح ويأتي إلي بالحليب. يا بني، إنك تعلم أني لا أشربه، إني صائمة. يا أم هذيل، إن أطيب اللبن ما بات في دروع الإبل، اسقيه من شئتي. وكان هذيل يجمع الحطب في الصيف ويحتفظ بكمية كبيرة منه، فإذا جاء فصل الشتاء أشعل الحطب ليدفئني،
كان يفعل ذلك بنفسه، مع أنه كان قادرا على استئجار شخص آخر للقيام بذلك، ولكنه كان يبحث عن ثواب البر بأمه. كان ولدي محمد بارا بي، وكان لا يترك لي طلبا إلا ونفذه، وفجأة توفي ولدي هذيل وهو في ريعان شبابه، وحزنت لفراقه. ثم قرأت قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعدتها، فأذهب الله ما كنت أحس به، ولم أعد أحس بحزن في قلبي. هل أجبت الآن عن سؤالك عن الصبر؟ نعم الجواب يا سيدتي، نعم الجواب. أليس هذا منزل حفصة بنت سيرين؟ نعم، لماذا تسأل؟ هل ما زالت تعلم أحدا في هذا الوقت المتأخر؟ يبدو أنك لا تعرف حفصة جيدا، إنها تقوم الليل كله ولا تتوقف عن الصلاة والدعاء. يا لها من امرأة صالحة، إن بعض الرجال لا يفعلون مثلها. لقد نشأت في بيت علم، ولها 6 إخوة غيرها، كلهم يقرؤون القرآن ويتعلمون الحديث. يا لها من عائلة عظيمة، قل وجود مثلها بين الناس. ومن السنة في الغسل التيمن، بمعنى أن نبدأ بغسل أعضائنا اليمنى ثم اليسرى تماما كما نفعل في الوضوء، وهذه السنة تتبع أيضا في تغسيل الموتى. فقد توفيت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لمن كنا يغسلنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير، كما تعلمين يا سيدتي أن غدا هو أول أيام العيد، فكان لابد أن أرتب البيت. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتن جميعا بخير. وأنت بخير. اللهم أعد علينا أعيادك ونحن في طاعتك. آمين. سألقى قنا غدا بإذن الله في صلاة العيد. ماذا تقول؟ كيف؟ هذا غريب. هل يجوز للنساء أن يخرجن ويشهدن صلاة العيد؟ طبعا، ألم أخبركن من قبل بما قالته لي معلمتي أم عطية الأنصارية رضي الله عنها؟ كلا. كنا من قبل نمنع البنات في البصرة من حضور صلاة العيد، حتى جاءت أم عطية رضي الله عنها إلى البصرة. ما هذا الذي تقولينه يا حفصة؟ لقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد، بل حث على ذلك، حتى إنه سئل عن المرأة التي لا تجد جلبابا لتخرج به، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. لم يفرق الإسلام أبداً بين الرجل والمرأة. أنسيت دور المرأة في الحروب والغزوات؟ إنها تداوي الجرحى وتعتني بالمرضى، وهذا دور لا يقل عن دور الرجل في ساحة المعركة. رحم الله أم عطية ورضي عنها، لقد نبهتني إلى ما كنت غافلة عنه. حسناً، موعدنا غدا في صلاة العيد بإذن الله. بإذن الله. كل عام وأنت بخير. إلى الغد بإذن الله. لم يحفظ التاريخ لنا من أقوال حفصة بنت سيرين إلا القليل، ولكن بلاغتها كانت في أفعالها
وفي حرصها على العلم وفي تعبدها الدائم. كانت حفصة تدخل مسجدها الذي جعلته في منزلها تصلي وتعلم الناس، ثم تقوم الليل وتذكر الله في هذا المسجد حتى يطلع الصباح، فتتوضأ وتنام لتعود ثانية مع صلاة الظهر. اللهم ارزقني علما نافعا وعملا بما تعلمت وثوابا على ما عملت. كان ذكر الموت لا يفارقها، فهي تعلم أن الدنيا أيام معدودة، حتى روي أنها كانت تحتفظ بكفن دائم لها هو جزء من ملابسها، فإذا حجت وأحرمت لبست، وإذا جاءت الأيام العشرة الأخيرة من رمضان لبست. عاشت حفصة بنت سيرين 70 سنة ملأتهم بالطاعات والعبادة والعلم، وفي عام 92 من الهجرة توفيت حفصة، هذه التابعية الجليلة التي قال عنها القاضي التابعي إياس بن معاوية: لم أدرك أحدا أفضل من حفصة بنت سيرين رحمها.